السلام عليكم ورحمة الله يا رب. السلامة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بكاء وعويل في هذه الأثناء، الجمهور كثيف هنا أمام مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة بعد ارتفاع الحصيلة ديال الضحايا إلى 9 وفيات وأكثر من 60 حالة ديال التسمم. الحالة ديالهم حرجة الآن كيف ما كتشوفوا، فهي كاين العديد من العائلات اللي وصلت الأخبار ديال الوفاة ديال الأبناء ديالهم، والحاله كما تشاهدون في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم من امام مستشفى الادريسي مدينه القنيطره. يعني كيف ما قلت لكم سابقا فالحالات ستتزايد، والان تقريبا وصلت اخبار على انه كاين 12 حاله وفاه وأكثر من 60 حالة. 16 واحد كيف ما كتسمعوا، فكل دقيقة إلا وكنسمعوا أخبار ديال عدد ديال وفيات آخر. الآن أخبار تفيد بأنه العدد ديال الوفيات وصلت ل 16 الوفاة وأكثر من 60 الحالة ديالهم حرجة. يعني كارثة لم تشهد أو لم يشهد إقليم القنيطرة مثلها منذ سنوات. الآن كيف ما كتشوفوا فهو بكاء ونحيب في كل مكان من هذه الأماكن في هذه المساحة المتواجدة أمام مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة. كيف ما قلت فكل لحظة إلا وكنسمعوا عدد جديد ديال الوفيات. العديد من عائلات وجيران وأبناء دواوير الضحايا والوفيات وفدوا إلى أمام مستشفى الإدريسي. كيف ما كتشوفوا فالعديد متجمهر هنا سواء يواسي أو ينتظر أخبار على الحالات الحرجة المتواجدة داخل المستشفى. هذه نتائج الخمور الفاسدة التي روجت في منطقة سيدي علال التازي وسوق الحد بن منصور، والتي أدت لما نحن بصدد نقله لكم في بث مباشر هنا من أمام مستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة. للملتحقين بنا حديثا واللي ما عارفينش يعني الموضوع ديال هاد الواقعة، يعني روج بعض أو روجت بعض الخمور الفاسدة اللي كيسموها بالسبيرو واللي كتصنع يدويا وشربوها العديد من شباب دواوير سيدي علال التازي وسوق الحد بن منصور. الأمر اللي أدى لهذا التسمم، الأمر اللي أدى إلى هذه الحالة. في غادي فين؟ لا
ممكن تعيدوا لنا شي واحد كيما علاوي إذا العدد قلت في التزايد في كل لحظة إلا وأننا كنسمعوا عدد جديد سواء للوفيات أو للضحايا اللي الحالة ديالهم حرجة واللي كتواجدوا في العناية المركزة هنا بمستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة. كارثة بكل مقاييس متابعينا الكرام، كيف ما كتشوفوا فالعائلات هنا كل مرة وكتسمع يعني بأن أحد الضحايا توفي، عائلات أخرى تترقب الحالة الصحية ديال الشباب ديالهم، جيران يواسون وآخرون متفرجون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي مناظر ومشاهد مؤلمة حقا، خصوصا وأن سبب الوفاة أمر ل صعيب أننا نستوعبوه، صعيب أننا نفهموه. إذا حالة استنفار قصوى هنا بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بمدينة القنيطرة، كذلك تجمهر كثيف أمام مستودع الأموات. كيف ما كتشوفوا فالاخبار عندك كيف ما كتشوفوا فكل مره كيسمعوا بانه الخبر ديال واحد توفى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نطلب الشفاء العاجل للشباب اللي الحالة ديالهم صعبة جدا داخل المستشفى. كارثة بكل المقاييس، بين عشية وضحاها تسمع بأن العديد من الشباب تساقطوا تباعا
في مناطق متفرقة من كل من جماعات سيدي علال التازي وسوق الحد بن منصور، والسبب الخمر الفاسد الذي روج واللي سبب أو تسبب في هذا التسمم، تسمم اللي أدى إلى وفاة. أخبار غير رسمية ولكن معطيات تقول على أنه الحالات ديال الوفاة وصلت ل 16 حالة، أكثر من 60 حالة صعبة وحرجة داخل المستشفى، جهود كبيرة من أجل إنقاذ الشباب اللي قلت أن الحالة ديالهم حرجة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهد صعبة جدا، وأنا أتجول في هذا المكان والذي كأننا نتواجد في ساحة حرب. حالات انهيار كثيرة في هذه الساحة المتواجدة أمام مستشفى الإدريسي، كذلك التجمهور كثيف ديال الجيران والعائلات ديال هاد الشباب اللي قلت ان الحاله ديالهم حرجه، اللي كيتواجدوا داخل مستشفى الادريسي والذين املوا ان تتحسن حالاتهم، ذلك بعد هذه المناظر الاليمه اللي كنشوفوها هنا في الساحه المقابله لمستشفى الادريسي بمدينه القنيطره. اللهم
صور صوت كبت على إذن متابعات ومتابعي جريدة عبير الأعزاء، إلى حين توفر معطيات جديدة أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حين آخر.